هلا بداية من التطور اللي وصلت لها التايكوندو الأردنية، عم نشوف منتخبات كثيرة عم تيجي تعسكر ومنتخبات على مستوى عالي. نحكي اليوم على أذربيجان من المنتخبات المتقدمة في التايكوندو، عندهم ميداليات بالأولمبياد، عندهم لاعبين جايبين ذهبيات عالم، في منتخبات كثيرة جات من كل القارات. نشوف مثلا البرازيل، كندا، من أفريقيا، إجا من أمريكا اللاتينية، كل الدول عم تيجي تعسكر. هذا بدل على التطور اللي وصلته التايكوندو الأردنية، وان شاء الله انه هذا راح يفيد التايكوندو الاردني. انت عم تلعب مع مدارس كثير، تلعب مع المدرسه الاوروبيه، المدرسه الافريقيه، كل هذا الحكي راح يفيد لعبتنا بالمستقبل ان شاء الله.